مساء الخير، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من برنامج هنا العاصمه. هبدا مع حضراتكم حلقتنا النهارده في هنا العاصمه بهذا البيان الهام، بيان النائب العام. جاء في البيان ما يلي: تلقت النيابه العامه اخطارا بوفاه محمد مرسي العياط اثناء حضوره لجلسه المحاكمه في القضية رقم 56458 لعام 2013 جنايات أول مدينة نصر. وأثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة، طلب المتوفى الحديث فسمحت له المحكمة بذلك، حيث تحدث لمدة 5 دقائق. وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة. وأثناء وجود المتهم محمد مرسي العياط وباقي المتهمين بداخل القفص، سقط أرضا مغشيا عليه، حيث تم نقله فورا للمستشفى وتبين وفاته إلى رحمة الله تعالى. وقد ذكر التقرير الطبي المبدئي أنه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على المتوفى محمد مرسي عيسى العياط، وجد أنه لا ضغط له ولا نبض ولا حركات تنفسية، وأن حدقتي العينين متسعتان غير مستجيبتان للضوء وللمؤثرات الخارجية. وقد حضر للمستشفى متوفيا في تمام الساعة 54 دقيقة مساء، وقد تبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة لجثمان المتوفى. وقد أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة بنيابة أمن الدولة العليا ونيابة جنوب القاهرة الكلية لإجراء المناظرة لجثة المتوفى والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بقاعة المحكمة وبقفص المتهمين وسماع أقوال الموجودين معه في ذلك الوقت. كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بعلاج المتوفى وبندب لجنة عليا من الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين ومدير إدارة الطب الشرعي لإعداد تقرير خاص بالطب الشرعي بأسباب الوفاة تمهيدا للتصريح بالدفن. وسوف توالي النيابة العامة إصدار البيانات في هذا الشأن في حينه. كان هذا البيان الذي صدر من النائب العام اليوم.